بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. أغلب الأعطال أحيانا تفحص وتشوف ماكو أي مشكلة. هنا دا يسحب عندي تقريبا 4.8 بالعشرة، يعني 5 أمبير. هذا المفروض يسحب له 8-10 أمبير تقريبا. تلاحظ هنا ماكو شانلات، بدلت هذا الشانل ونفس الحالة. فالخلل راح تلقاه أكثر شيء الوايرات، تلقاها ملوزة بالنسبة للهيترات. لاحظ هسه الواير هذا، شوفه شلون ملوز، تلاحظه. هذا يسوي مشكلة ويصير رداءة بالتوصيل. لاحظ القدح هذا يصير هذا المكان، تشوفه شلون جمر زين عيني. فلازم واحد ينتبه لهاي الشغلات. اغلب الكليبسات لاحظها، حتى هذا الكليبس شوف شلون منتهي، يعني هذا باعه منتهي نهائي. خلينا نشوفه زين، لاحظ شلون مفتوح منتهي. فهذا شيء راد لك تبدل الكليبسات. لاحظوا هذا ايضا مبتور، هذا مبتور اصلا نهائي، ولهذا ما يشتغل كل طاقته. فنصيحه بهيج حالات لازم تبدل الكليبسات. الشغلات اللي تقدر تستخدمها، هذا الكليبس النوعية زينة حتى سعره أغلى، هذا ستيل صاير. واير حراري، هذا واير حراري، المتر يمكن 500 دينار. والشغلة الأخرى الشرينك، هذا الشرينك حتى نغلف. راح أسوي لكم واحد من عدة وأشوفكم النتيجة. هنا الوايرات صايرة قصيرة، فراح أسوي جوين إلها. طبعا أي جوين لازم تلحمه حتى يصير قوي. لاحظ كابي اشيلها ابد وخليه الحام، لان هذا كلش حساس، حراره بكلش عاليه. بعد هذا، بعد ما اللحم شو نسوي؟ ضربه شرينك حتى شنو ما يسوي لنا مشكله. بعد هذا ينباع امتار المتر 500 دينار تقريبا، حتى شنو بعد ما يصير عندك اي مشكله. بعدها نجيب شعله النار، هاي الشعله صغيره خاصه للشرينك. لاحظ نحاول نغطي كل المساحه، يعني ما نخليه يطلع ابد. هاي البداية مالته، هسه بعد ما عليه شيء، انتهت أزمة مالته زين عيني. الشغلة الأخرى كليبس، كليبس قلنا هذا النوعية كل زينة. طريقة الكليبس نخليها بصورة صحيحة، نخليها الشكل بالعكس. هاي شرحتها في فيديو سابقا. بعدها نقلب الكليبس هالشكل، شلافين احسن. هذا بعد ينحكم، بعد ما يصير بيه اي حركه. هذا طبعا نظفت اني اما بالموس هذا حتى يروح الكربون الاسود كليته، او بالمبرد او كاغت جام. بعدها نشوف التقفيص مالته شو راح يتقفص. لاحظ قد قوي انتهى، بعد ما عليه اي مشكله زين عيني. واذا تقدر تغلف هذا، تغلف صوره صحيحه زين عيني. هذا غلفناه، بعد ما نغلفه ايضا صارت الشغله ان شاء الله مضبوطه. لاحظ صار كلش قوي. نفس الشيء راح نرجع على باقي الكليبسات، وهذا نسوي الكليبس ونشوفكم النتيجه النهائيه ان شاء الله. هذا بعد المرحله النهائيه، بدلنا الكليبسات التعبانه كلها، غلفناها. لاحظ الامبير مالته شلون صار 9.3 بالعشرة، يعني اشتغل الهيترات اثنين هي الفوق والجوة. عندي نصيحه لاخواننا الفنيين، اكو قسم من الهيترات، قسم من الهيترات طريقة رابطها بالبداية بالنسبة
اللي يجي اول مره راح اشوفه معقده. يعني هسه هذا عندك شانل، عندك هنا شانل، هذا المن، هذا المن، هذا ثرموستات، هذا تايمر، هاي المروحه، هذا موتور تدوير، هذا المصباح. فبالوهله الاولى يراد لك ان تاخذ خريطه مخطط للربط مالتها. شوف الهيترات شلون مربوطه، الجهه الثانيه شلون مربوطه. لاحظ هذا الهيتر الفوق رابطي تشامبر، والهيتر الجوه تشامبر. فشو تسوي انت؟ سوي لك مخطط حتى شنو من يجيك مره ثانيه. بصراحه اكو مصلحين، يعني جتني هواي حالات الوايرات فالته من مكانها وما يعرفون يربطوها، فتصير صعبه عليك. فنصيحه، هذا النوع من الافران ضروري ان نسوي لك مخطط اليه. انا هسه راح اسوي لكم مخطط وانشر لكم اياه. هنا راح اشرح لكم، هنا راح اشرح طريقه الربط. تشوفون هاي الوارات الهواي، هذا معناته هذا البارد وهذا معناته الحار. راح نجي على البارد. كل جهاز عندنا ياخذ بارد، لازم اي هيتر ياخذ بارد. هذا الهيتر اخذ بارد، المصباح اخذ بارد، الهيتر الجو اخذ بارد، الماطور مال التدوير مال الشواية بارد، المروحه تاخذ بارد، المصباح مال الدلاله ياخذ بارد. بعد ذلك راح نجي على الشنلات او المقسم، خلينا نسميه هذا المقسم واحد. هنا الكهرباء الحار، مصدر الحار يجي وين؟ على التايمر حتى يقطع الدوره نهائي. التايمر ياخذ وين يروح؟ على الثرموستات حتى يسيطر ايضا على الحراره. من مخرج الثرموستات مطي للمصباح مال الدلاله، زين عيني، ومطي على الشنل الاول حتى يشغل لك لو المروحه لو الماطور. هذا خلصنا من عده. ايضا ماخذ المخرج مات الثرموستات ماخذ وين؟ على الشانل الثاني او المقسم الثاني حتى يعطيك مره للهيتر الاول ومره للهيتر الثاني. وعندك بالجهه الثانيه شانلات، اقول شطلات العفو، حتى شنو يكمل الدوره. يعني هذا هيتر عباره عن هيتر صاير هالشكل هالشكل كانما هيتر كامل، زين عيني. فالربط مالته كل سهل، وراح انشر هاي الصفحه بالمنتدى. سويت لكم طريقتين، طريقة هالشكل حتى ما يصير خطوط، وطريقة بهذا الخطوط اللي ان شاء الله سهلة، وراح انشرهم بالمنتدى حتى تشوفوها. تحياتي لكم وشكرا جزيلا.